ده مؤاخذة يا أستاذ مهجد، معلش اتأخرت عليك. ينفع كده؟ دي مواعيد. هاجمني قرش اسمه عماد رزل، شكله سرسجي وعنده اسود تحت عينيه ساعة على بال ما عرفت أزوغ منه. عارفه عامل مشاكل كتير يا عماد. أنت عارف معزة أستاذة داليا أستاذ سلطان أكتر اتنين أحب أجوزهم. ألو هي هي ما أقصدش يعني ربنا ما يقطع لهم عادة. يلا ننجز. أنا نازل في كامب غالي جدا ومفيش حاجة فري خالص. أظبطك بس نخلص. ماشي. منور يا أستاذ سمير. يا سلام. بسم الله. الشياكة دي. الله يخليك. مصيف بقى. إيدك. إيدك يا أستاذة داليا. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. عايزين ليه يا أستاذ سلطان؟ جحيم تحت الماء.